لعن الله آل زياد وآل مروان، ولعن الله بني أمية قاطبة، ولعن الله ابن مرجان، ولعن الله عمر بن سعد، ولعن الله شمرا. الصوت، وما أدراك ما الصوت؟ لابد أنكم سمعتم به أو شاهدتموه على التلفاز أو على الإنترنت، فهو من الأدوات المستخدمة قديما وحديثا، وله عدة أنواع واستخدامات، منها ما يستخدمه الفرسان لترويض خيولهم. فالفارس يستخدم نوع الصوت الذي ينفعه في أداء مهمته، فالصوت هنا يعتبر كوسيلة مساعدة للترويض وليس وسيلة للتعذيب أو الضرب. وبالمقابل يوجد نوع آخر يصنع من الجلد المجدول ويستخدم كسلاح أو وسيلة للسيطرة والضرب أو للتعذيب والعقاب، وهذا النوع يكون مؤلما جدا بالنسبة للإنسان ويترك آثار عميقة على الجلد لمدة طويلة. آه يا زينب، ساعد الله قلبك يا مولاتي. فكلما نظرت إلى الصوت تذكرت تلك الحادثة الأليمة. نعم أيها الصوت، أنت دوما تذكرني. هل تعلم بماذا تذكرني؟ وأي أثر عميق وجرح تركت فينا؟ أنا الصوت، أداة من اختراع البشر، أصنع من الجلد المضفور أو الشعر، ولي عدة استخدامات. أولها كان يستخدمني الرعاة لإصدار الأصوات وحث الحيوانات على الحركة والعمل، فعند التلويح بي أصدر صوتا مفاجئا وعاليا، وأنا من قام الأعداء بتصويبي نحو السيدة زينب وبعض السبايا. هكذا شاء القدر وجعلوني أمس أجسادهم الطاهرة بالضرب بعد الهجوم على المخيم وأثناء المسير في السفر. كانت تلك اللحظة من أكثر لحظات الألم، لقد كنت أتألم بقدر ألمهم وأصرخ مستغيثا ولكن دون جدوى، وبقيت ناقما أشد النقم، فالظالم الذي يمسك بي لا يسمع أو يعقل، وعلى رأسهم كان الشمر فلا يرى أنه يمد يده على آل الرسول، وهم لا يعرفون بمن يلوذون فليس من مفر. لعن الله تلك الأيدي الظالمة والأنفس المريضة، وأصلاها الرب عذاب سقر. آه أيها الصوت، لقد قطعتني يا القلب. نعم أحبتي، الصوت كان من ضمن أدوات القتال، وقد كان حاضرا في أرض كربلاء، تسبب بأذية عترة المختار. ابقوا ويانا حتى نعرف هذه الحادثة الأليمة. بعد مقتل الإمام الحسين عليه السلام وأخوته وأبنائه ومن معه من الأنصار، لم يبقى سوى الإمام سجاد عليه السلام من الرجال مع النساء والأطفال، فقام الأعداء بنهب الأموال وحرق الخيام وأخذهن سبايا ومنعهن عن البكاء وطعنهن بالرماح وضربهن بالصياط. نعم أحبائي، تم أخذ نساء آل محمد سبايا. لا تتعجبوا، فهؤلاء المجرمين ليست لديهم أي ذرة من الأخلاق أو الإنسانية، وتعرضوا خلال رحلة سبيهم للضرب بالسياط. فقد نقل العلامة المجلسي عن فاطمة الصغرى رواية تدل على تلقيها وعمتها زينب بنت علي عليهما السلام الضرب بالسياط وكعب الرماح. ويقول الإمام أحمد الحسن في وصف ما قامت به السيدة زينب عليه السلام، عرضت نفسها للموت بكرم وسخاء، وقامت بمهمتها على أتم وجه يمكن تصوره، وحافظت على حياة علي بن الحسين السجاد عليهما السلام، فكان لها فضل كبير في استمرار الإمامة وسلسلة خلفاء ورسول الله سبحانه. لعنة الله على القوم الظالمين، ليس في قلوبهم رحمة وهم يسوقون بنات الرسول بعد
بعد فقدان الأب والأخ والزوج، فأصبحن سبايا يعتدي عليهن الظالمون ضربا، فساعد الله قلوبهن. نعم أحبتي، السيدة زينب كانت تتلقي الصياط والضرب بدلا عن الأطفال والنساء والإمام السجاد عليه السلام، حتى أن متنها سود من الضرب بأبيه وأمي. وكم هو من ألم عانته سلام الله عليها، ولكن رغم ما عانته عليه السلام إلا أنها لم تترك صلاتها، وكانت أيضا تعطي طعامها للأطفال. وقد تحدث الإمام زين العابدين عليه السلام عن صلاتها في مسيرتهم بعد السبي، فقال إنها كانت في بعض المنازل تصلي من جلوس، فسألها عن السبب فقالت أصلي من جلوس لشدة الجوع والضعف من 3 ليالي. ولا عجب، فقد كانت سلام الله عليها تقسم ما يصيبها من الطعام على الأطفال، فالقوم كانوا يدفعون لكل واحد منهم رغيفا واحدا من الخبز في اليوم والليلة. فكيف لا تجرني ذكر الصوت إلى تلك المواقف الأليمة، وكيف لا أتذكر سبايا الحسين عليهم السلام وأتذكر أوجاعهم، وبالأخص السيدة زينب عليه السلام. فسلام الله على سبايا آل محمد، والسلام عليك أيتها المظلومة المقهورة، السلام عليك أيتها الرضية المرضية، السلام عليك يا تالية المعصوم، السلام عليك يا ممتحنة في تحمل المصائب بالحسين المظلوم. وسيبقى الصوت يذكرني بكل تلك الآلام. Oh.